يا مرحبا وسهلا فيكم. اهم شيء اول الصبح يوم تقوم تاخذ الجريده تشوف الاخبار اللي فيها، تشوف الدنيا كيف صايره، تشوف ان هل في كل شيء تمام، المنطقه كيف امورها، و اهم شيء الاخبار اللي متابعها تشوف المصدر من وين، تشوف ان هل ان الدنيا بخير ولا لا. ولكن اللي قاعد يصير ان الناس ماخذين من مصدر يمكن ما يكون موثوق، المصدر يمكن يكون مو صح. ايام اول مصادرنا من الحمام الزاجل من منطقه لمنطقه، والحب موجود بين الكل وسلامتكم.